المراوغ. يلا بينا. يلا. اول فيديو. كوبر اكبر مشكله هيواجهها في كاس الامم الافريقيه هي محمد النني. اشمعنى؟ لان النني بيلعب في ارسنال. والنني مستواه لا يسمح له ان هو يكون لعيب اساسي في منتخب مصر. ودي مفارقه لا يمكن هتتكرر تاني. لازم كوبر ياخد قرار في محمد النني ان هو لازم ما يشاركوش بصفه اساسيه. ده في وجهه نظري. النني الحقيقه بطل بطل، لان ان هو خلي بالكم في الكوره ان انت تبقى ما بتلعبش خالص وبره الصوره نهائي، ويطلب مره واحده منك ان انت متضر للنار انزل العب قدام تشيلسي في ستانفورد بريدج، بيتطلب ان لعيب يكون محترف فعلا ومخلي باله من نفسه كويس قوي وهو ما بيلعبش عشان يقدر يأدي بالشكل ده. انني بالنسبه لي انا ماتش تشيلسي مان اوف ذا ماتش. بيقولوا ميدو كان بيهاجم النني ليل نهار، وفجأة بقى النني حلو وكويس وكل ده عشان ظهر معاك في البرنامج. رد عليا. من قبل ما يظهر معايا في البرنامج انا نفسي طلعت قلت ان انا بعتذر لمحمد النني ان انا ما كنتش. بس انت اتفقت معاه ان هو هيطلع معاك في البرنامج. ماشي، ده من قبليها. ما انا بقولك انا بشيد بالنني. ايه جمال كره القدم؟ ان مش انت يا كابتن ثانيه واحده ميدو كنت بتقول ان هو لا يصلح؟ ماشي سؤال. وانك انت هتروح انجلترا عشان تقول للمدرب بتاعه يمشيه؟ لا انا قلت ان انا لما اقابل المدرب هتكلم معاه اساله ايه مميزات النني. انا عايز اسال السؤال. طب يعني انت لفيت السؤال معناه واحد. وعلى فكره قابلت ارسن فانجر بعديها كنا بنحلل ماتش نهائي كاس العالم، وسالته قال لك ايه؟ قال لي ان هو شخصيه مهمه جدا في اي فرقه. وهنا على طول ما احنا شغالين شغالين في الكوره بنتعلم. ساعات ممكن يكون لعيب بيديك دايما الخمسه من عشره وسته من عشره، ولكن عقليته وقوه شخصيته وتاثيره على المجموعه وعلى زمايله تخليه ان هو يبقى عنده افضليه عن لعيب بيديكي مره تسعه من عشره ومره بيديكي ثلاثه من عشره. هو ده اللي احنا اتعلمناه في الكوره. لما قابلت ارسن فينجر انا قلت في الميديا سالته، قال لي ان هو شخصيه مهمه جدا للفريق وان هو بيعمل. طب انت كنت محتاج حد عشان يقول لك طبعًا ده طبعًا. ده لاعب محترف وبيلعب بره، ما كنتش المفروض انك انت تقف جنبه؟ يعني ايه اللي يعني انا شغلي هو انا عايز اسالك سؤال. وبيلعب في نادي كبير. القناه اللي انا بشتغل فيها ايا كانت ايه القناه بتدفع لي فلوس ليه؟ عشان اقول رايي. اللعيب بيلعب، المحلل وانا بلعب كنت بلعب، في ناس بتنتقد ادائي، دوري كلاعب ان انا احاول ان انا اغير رايهم او تو بروف ذم. يعني دي قمه الشجاعه منك من المحترفين. إيه؟ خلاص غيرت ايه يا دكتوره بسمة؟ انا راجل يعني لو انا بالسطحيه وبالتفاهه دي يبقى ما استحقش ان انا اقعد قدامك. انا راجل. طب ليه هاجمت كوكا؟ ليه هاجمته؟ قلت رايي فيه ما هاجمتوش يا جماعه. طب ما هو انا شغلتي ان انا اقول رايي في المدربين واللعيبه وانا بدرب. شغله الناس اللي بتطلع في التلفزيون ان هي تقول رايها فيا. يعني انت لما تقول ان هو في المنتخب ليه؟ عشان علاقه نسب، ده ما اسموش هجوم. انا عندي راي في كوكا قلته ان كوكا يعني ايه علاقه النسب؟ يعني حضرتك فهمنا يعني داخل المنتخب ليه؟ يعني انت بتفكر في اجابه؟ والله ما بفكر في اجابه. طب رد على طول. انا بتفكر تلف ازاي؟ انا رايي الفني يا يسرى يا مدام يسرى بتعملي معاه ايه في البيت يا حبيبتي لما بتتكلمي معاه في موضوع؟ انا عايزه اعرف منك. ما تطلعش مني بحاجه. انت كتبت على تويتر ان كوكا بيلعب في المنتخب عشان علاقه نسب. رد عليا. ايوه كتبت كده. رد. لا انا كتبت كده. ايه تقصد ايه يعني؟ عندك الشجاعه تقول ولا خايف تقول؟ خايف اقول من ايه؟ خلاص أخاف قول. اقول من ايه؟ اخاف اقول من ايه؟ ما انا قلت قول. هو في حد يخاف يقول حاجه هو قالها؟ طب يلا بقى طيب قول لي. ما انا بقولها، ما انا بقول لك اهو. قول. طيب. اللي يقول نص المعلومه يبقى خايف. يعني لو في يعني لو جمعتي 100 مشجع ايا كان بيشجعوا اي نادي في مصر مصريين سالتيهم هل كوكا يستحق مكان في منتخب مصر، اراهنك ان على الاقل 85 هيقولوا لا.
يبقى انا النهارده لو انا بشتغل في التلفزيون وبقول رايي اللي هو من راي الناس، ايه اللي زعل في كده؟ طب ممكن تقول هل المفروض الطبيعي النهارده ان لعيب يا كابتن ميدو من فضلك قول لي اجابه صريحه. ايه هي اجابه صريحه؟ ارجوك اعمل ايه تاني؟ إيه؟ علاقه نسب بمين؟ والله ما اعرفش، يعني ما اعرفش. عرفت ان حد مهم ان علاقه النسب دي من اخوه تقريبا، ان هو ان 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 هي يعني بيبقى فيه توصيه عليه بعض ما، بس ده اللي انا قلته. خايف تقول مين؟ ما اعرفش مين والله، والله ما اعرف مين. لو اعرف مين هقول. اخاف ازاي ما تعرفش وتقول؟ يعني والله انا قلت كده، اللي بيقول ان ميدو غلط يقول ميدو غلط خلاص، يقول الراجل ده غلط بس. وبعدين هو انت قلت معلومه اصلا مش احنا نقول ده صح ولا غلط؟ والله ما اعرف مين، ما انا قلت لك والله ما اعرف مين، ما اعرفش مين. يعني انت ما اعرفش اسم، ما اعرفش مين ولا موصل. تقول كلام خطير زي ده ما تعرفوش؟ لا اعرف المعلومه. ده منتخب مصر. انا يعني انا بس عايز اسال سؤال. دي اللعيبه في منتخب مصر انت بتقول ان هم بيلعبوا بتوصيات. طيب انا عايز اقول لك حاجه ثانيه. عايز تقول لي كده يعني؟ لا انا عايز اقول لك حاجه. عايز يعني ايه قمه النجاح في 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 اللي بيطلع في التلفزيون يتكلم مع الناس او بيتكلم في الكوره؟ ان انت لما تشوف ان انت كنت غلط في حاجه ان انت تقول انا كنت غلط ان هو اللعيب ده بس كده. طبعا يعني انت كنت غلط، انت كنت غلط. ايوه ما انا بقول لك. يعني كوكا ما بيلعبش بواسطه؟ لا انا بكلمك على الموقف اللي انت كنت بتتكلمي فيه تعنني. ما تودينيش في حتة تانية. احنا هنا في الحتة اللي احنا فيها يا جماعة. شوفوا لكم حل في الكابتن ميدو بجد. يعني ايه بقى؟ يا عيني يا بنتي يا يسرى، يا عيني عليك. والله لا بتصعب عليا والله. انت عارفة انا وصلت دلوقتي لمرحلة ان انا بقعد كده اضحك بس. يعني انا الحمد لله متجوزين بقالنا 21 سنة، فخلاص فهمتها. هي بقعد اضحك بس. انا عايزة اشوفها وقابلها. نتشرف فيك طبعا. عرفكم على بعض. في كام لاعب في المنتخب غير كوكا بيلعبوا بالواسطه يا كابتن ميدو؟ ما خليناش ما تحديناش في حته ان هو بيلعب بالواسطه. انا راجل رديت عليه في الكلام اللي هو قاله ده، لان هو رد عليا. وانا دايما بشوف ان لعيب الكوره المفروض يرد في الملعب. بس ده اللي انا قلته. تتعرض لانتقاد رد في الملعب زي النني كده. النني عمل ايه؟ هل النني عمره رد عليا؟ حط كوكا على جنب. هل النني في كام لاعب في المنتخب بيلعبوا بالواسطه؟ مفيش ولا لعيب في المنتخب تاني بيلعب بالواسطه. مفيش. يعني هو بس اللي بالواسطه. مش واسطه. مش واسطه. امال ايه؟ مش واسطه يعني علاقه نسب. يعني ال 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 تاني تاني هرجع لك للراي الفني، الراي الفني اللي انا كنت بقوله صح ولا غلط؟ علاقه نسب بشخص والله ما اعرف في مين. الوسط الرياضي؟ لا لا لا. طب عروستي؟ عروستي. انا اللي بقول لك عروستي. ما انت مش عايز تقول. والله ما اعرف مين على فكره يا جماعه. كابتن ميدو مش جريء.